ب والب. هاي الأصوات ديروا بالكم ترى يصيحولها أصوات stop consonant، أصوات توقفية أو انفجارية، بس هي أكثر شيء يصيحولها التوقفية. ليش صاحولها stop consonant؟ لأن البريث التنفس completely تماما stop يتوقف. لحد هنا تمام زين. بعض الدكاترة يقول لك لا سولف لي وين يتوقف. stop يتوقف in في mouth بالفم. شلون يتوقف؟ شنو هي الأماكن اللي يتوقف بيها بالفم؟ بالشفاه أو اللسان، حافة اللسان يعني، أو مؤخرة اللسان. إذا ليش يصيحوا لها stop consonant؟ stop consonant the breath is completely stopped in mouth by lips or tongue tips or tongue back. حلو، عرفنا إيش وقت يتوقف. Release with slightly explosion وينطلق بانفجار بسيط. أخاف يصير، أخاف يجيكم سؤال why are called لماذا تدعى انفجارية explosion؟ تدعى انفجارية اكسبلوجين لأن الهواء يتوقف. افتهمناها، شرحت لنا اياها. Then بعد ذلك release ينطلق with slight explosion، انفجار خفيف. مثلا P D T K G J C. زين خلصنا؟ لا، نجي ندرسهن واحدة واحدة. أول الأصوات هي الب والب، يصيحوا لها مواصفاتها. مواصفاتها هي strong stop consonant. هذا منو؟ هذا البي. زين هذا البي، والبي عكس، weak stop consonant. weak stop consonant. خوش، هسا فرقنا بين strong، العفو، بين الب والب، واحدة strong وواحدة weak. خوش، خلصت؟ لا ما خلصت. ليش؟ وراها حصبة وجدري. شلون اقول يا حصبة وجدري؟ انا يا اخي هنا اشعدنا، المهم ما ادري. تعالوا هنا يقول لك how could you reduce، how could you produce the letter؟ كيف يمكنك produce تنتج أصوات ال P وال B؟ كيف يتم إنتاجها؟ نجي عليها واحدة 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 واحدة. يقول lips الشفاه close، أول مرة نغلق الشفاه. زين و soft palate rise، ترتفع اللهات، نغلق الشفة ونرفع اللهات. سؤال ليش يا بدر رفع اللهات؟ حتى البريث cannot go through the nose، حتى التنفس لا يذهب للأنف. والله هاي شوفها زيادة، بس اكتب ان الشفاه تنغلق وترتفع اللهات. زين وبعدين، بعدين the lips open suddenly. هنا مربط الفرس، ان الشفاه تنفتح فجأة والبريث التنفس او الهواء rushed out يندفع. slight explosion مع انفجار خفيف. الخطوة الثالثة دائما بهيج حالة، الخطوة الثالثة تكون مجرد تلحيظات يعني ما أساسية، وإذا ما كتبتوها ماكو إشكال.
the rest of the mouth take up its إلى آخره the vowel المهم. إذن أولاً الشفاه تنغلق the soft palate ترتفع بعدين the lips open suddenly the breath rush out slight explosion. مش عجب ما مطيني خريطة عليها ما مطينا آه لا لا مطينا خريطة شوف شوف هنا شي يقول لك يقول لك lips close soft palate rise and then وبعد ذلك الشفاه open suddenly. تعالوا بعد نشوف شو نشوف نشوف مميزات مهمة شنو هاي المميزات ال P strong خوش ال P strong يقول يشبه الفاء والثاء والساء قاعد يعطينا أمثلة معنا المهم strong طيب ال P strong special features have not caused the following sound lose some voicing إلى آخره for example pull the first part of vowel or no voice إلى آخره breathe flow through the mouth which is in position of ما عدا بها شيء المقطع الورا يقول احنا قلنا strong وبنفس الوقت هو voiceless مهموس داخل نكتب مواصفاته اذا ايش قلنا على علي قلنا اول شيء هو strong هذا من هذا ال P ال P هو strong قوي و voiceless مهموس طيب يقول أشبر بزين present voiceless kind this make voiceless إلى آخره هي rather than ما عندنا بها شيء إن شاء الله strong breathe هكذا ترك some vowel إلى آخره ما بها شيء Important the period of period which is called aspiration. يالله يالله. جينا للاسبيريشن. تعال يا بي عرف الاسبيريشن. ركز وياي ابو الشباب. هنا يريد من عندنا الاسبيريشن تعريف شنو هذا الاسبيريشن؟ ها لازم افهم لك اياه قبل ما اعطيك تعريفه. شبيه؟ عندنا هنا مثلا pull يقول من تنطق حرف ال pull بين ال B وال U كأنما تحس إحساس شو أحس بويا أحس بصوت ال H بس ال H تكون قصيرة هاي شوف هاي ال H تحس بيها إحساس مجرد إحساس اي وهاي وين أتصرف يا ما بالصوت بس ركزوا يا إبانة يقول هنا تحس بصوت ال H زين المطلوب ماكو مطلوب خلينا نرتب لك اياها حتى فهمك شي قريب منك تمام يقول من تنطق ال P تحس بصوت ال H الذي يفصل بين ال B والصوت الذي يأتي بعده هذا الفاصل يصيحوا للأسبيريشن ها زين هو وين تعريفه هو ما مطيك تعريف هو مطيك شرح تعالوا خلينا نروح للذكاء الصناعي الله يعطيه الصحة والعافية ويديمه تاج على رؤوسنا شي يقول What is the definition of aspiration? ما هو تعريف الاسبيريشن in the sound P? آه ما شاء الله هاي هم شرحنا هذا قاعد يشرح تعال راح نغير يقول give me or give us give
short. Give short definition to the aspiration. هذا استاذ. ها يمه. هو الذكاء الاصطناعي يعني دائما يطلع الجواب مالته صحيح لو يعني هو دائما يعني شلون بأخطاء هو يعطيك دائما جواب صحيح، بس المفروض انت تنطي سؤال مرتب. يعني شلون نعطي سؤال مرتب؟ دوراتك واحد يقول الأستاذ شو هذا، أنا أكتب له شيء ويقول لي شيء، يا بش كتبت له؟ يقول قلت له أنطيني أهم شلون الاكتشافات في العراق. قلت له شطيك؟ قال ينطيني الآثار. قلت له شو تريد أنت؟ قال أنا أريد المصانع والمعامل. قلت له لأن اختراعات مو اكتشافات. فأنت إذا هاي خطأ. زين. هذا التعريف مالته، هذا التعريف مختصر يقول aspiration هي هو صوت البي يشير المن الى انفجار هوائي فلو يلي نطق صوت البي. هذا شوفوا منا لهنا، اخذوا له سكرين، هاي منا لهنا. هذا التعريف مالته ما موجود بالكتاب ترى، بخاف اسئلكم عليه. هذا التعريف الاسبريشن، اخذوا له سكرين شباب. عافية بالورود. اذا من هسه انا اوصيكم تشتغلون على الذكاء الصناعي اللي راح يفيدكم افادة ما شايفيها بحياتكم كلها، بس يكون شغلكم مضبوط فيه. يلا هسه عرفنا تعريف الاسبريشن. اي والله should be there in aspiration which is mainly separate people from in you go now try to be high. تقول روح اقف قدام المراية حاول تنطق البي الى اخره. نجي لنا خلصنا من البي، نجي الى البي. يقول البي weak ضعيف، واحنا اذا ملاحظين الفيديوهات السابقة قلنا لكم دائما الضعيف الويك شي يكون، من يقول لي قبل ما اكبر هيا الله، من يقول لي الضعيف شي يكون؟ مهموس لو مسموع؟ ما يعرفون. دائما الضعيف يكون مسموع voiced، القوي مهموس بالعكس، يعني القوي يكون مهموس والضعيف يكون مسموع. زين اذا هسه صوت البي ويك ضعيف يعني فويس يعني مهموس. وما بي اسبيريشن، ديروا بالكم ديروا بالكم على هذا الفراغ. يقول البي ويك ستوب نيفر هاز اسبيريشن، يقول لك البي لو بي لا البي ما بي اسبيريشن، ما بي فتره تدفق هواء مثل البي. هاي واحدة. الشغلة الثانية يا ابويا رويس لوكال كار كلوس الى اخره. لا هاي ما عد. ها يقول بهذا الصوت الحبال الصوتية الفوكال كوردز اشبيها ربما not vibrate لا تهتز. البي الحبال الصوتية لا تهتز. The word book gentle لآخره. Do not say follow the consonants prepared إلى آخره. هاي كلها هيجي لغوة ما لها علاقة بها. هسه قاعد يعيد لك يقول لك والله البي البي strong لكن البي weak. سالفنا بها هاي ما يحتاج. نروح إلى المقطع الوراء بي إن شاء الله. مطينا أمثلة هنا يقول لك تعال شوفها. بيك 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 لازم تتدرب عليها. باد باك إلى آخره. بي فوكال بيكام فاولز سبريشن يقول بي less noticeable or even absence. هاي but will never be harm to keep the aspiration the position to be. هاي مهمة مو مهمة.
وهنا أنا أقول some letters expired إلى آخره clear difficult position marble marble إلى آخره ما تم عدى بها شيء final position p aspiration is shortened vowel before it هنا أنا قاعد يقول لك يا بأنه ال p لا هاي هم ما تم كله هذا كله حكي زايد يقول لك راجع الصفحة وإذا تروح للمراية وتتنوع راح تلقى اختلاف بين البي والبي هاي هنا 99% من الدكاترة ما يركزون عليها لكن خلينا نشوف هنا difficult بي and P must again be sure to close lip fairly ما ما بيه شيء هاي كطالبة تقول تقول استاذ شو تدامة تعقب قلت اذا هي ان شاء الله تبدو انتم مفيد واشرح لكم كل سطر يعني تشرح لنا كل سطر قلت ما بيها شيء قاعد يقول لي روح للمراية وتقعد حلقك when p or b followed by immediately by one of the stop consonant اها اجينا حلو اجينا يقول عندما ال p وال b يأتي بعده followed immediately مباشرة الـ stop consonant أصوات صحيحة توقفية مثل إيش مثلا د د ك أور أم أم أن إيش يصير the sound الصوت is made المصنوع little different سوف يكون مختلفا شلون مختلف تقول من توصل صفحة 67 راح نراويك الاختلاف كأن من ذاكرها يا عيني انت هسه هنا هنا نجي نسأل الطلاب الورود طلابنا الدكتور مالتكم يدور هيك مسحقات لو لا يقول لك ليش ما رحت الصفحة 67 شفتها لو ماكو لا ماكو الله يهدي والله عمي احنا اكو جامعات خاصة الحكومية تنحط على الرأس نجي هنا some of the comments contain هاي هنا مطينا أمثلة عليها some of the comments هنا هم مطينا أمثلة إذن ما عندنا بعد شيء عندنا صوت تي والدي أويلية تي أويلية دي واحدة واحدة التي strong قوي جيد أما الدي هو weak طيب احنا سولفنا سولفت استاذ سولفنا قلنا يا بس سترونج القوي يكون voiceless اما الضعيف يكون voice لا تنسون هاي الملاحظة voiceless مهموس القوي مهموس والضعيف يكون مسموع زين كيف يتم انتاج هذا الصوت هاي التي والدي شلون يتم إنتاجه؟ أربع خطوات نجي عليها أولاً يا بعد شيبي tip of the tongue حافة اللسان تكون against مقابل middle alveolar ridge شنو هاي الالفيلر ريدج يا بي؟ هاي المكان اللهات اللي يصير خلف الأسنان يقول حافة خلنا نطلع المخطط وين المخطط هذا شوفه يقول حافة اللسان يكون مقابل الألفيلا ريج زين آمنت بالله ها تفضل استاذ هنسميها الحافة السخنية حافة شنو الحافة السخنية هي المدرسة هيك قالت الدكتورة العفو والله ما تريد تسميها سميها حتى لو سميها حافات المياه اشتري هي اسميها هاي بعد خلاص الفيلر ريج الفيلر ريج ما قاعد يشتغل الصوت ثواني شباب ثواني خلينا نشوفها بالقاموس شنو ترجمتها الحرفية السمخية أقول لك الحافة أي نعم أستاذ أي نعم أستاذ
والله سنخية ما سامع بها قبل. إيه حافة اللسان تكون أمام الآل في وسط مقابل وسط الألفيولار ريدج الحافة السخنية. يعني شنو حافة سخنية؟ سنخية زين. يقول too near to the teeth. أوكي ما مو كلش بس هاي كلش كافية. وبعدين السوفت بالات سوفت بالات اللهات رايز ترتفع. لما ترتفع بريث الهواء لا يمر لا من الفم ولا من الأنف. يعني اللهات لما ترتفع راح تغلق مجرى الفم والأنف. خوش. بعدين the side of the tongue جوانب اللسان against the side of the palate يكون جوانب اللسان مع جوانب اللهات. هاي ما طلعت هاي. So that breath cannot pass لكي لا يمر الهواء. وعندما اللسان lower ينخفض فجأة ايش راح يصير عندنا؟ the teeth ridge breathe. ها الهواء رشت يتدفق للخارج بسلايت اكسبلوجن بانفجار خفيف. نعيدها. حافة اللسان تكون مقابل اللهات او الالفيولار ريدج او السنخية. ثانيا السوفت بالات اللهات الخلفية ترتفع فالهواء لا يمر لا من الأنف ولا من الفم. حافات اللسان تكون مع حافات اللهات. هاي صار وضعية كبس الهواء. الدور النقطة الرابعة when tongue عندما التongue اللسان lower ينخفض suddenly فجأة breathe الهواء rushed out يتدفق سلايت اكسبلوجن انفجار خفيف. زين ايش عندنا بعد سوالف بيها؟ يقول stop T is aspirated in the same. ها احنا مو سولفنا قبل شويه على الاسبيريشن؟ اي سولفنا. هنا يقول صوت T هم بي اسبيريشن. يعني بصوره خفيفه تسمعون صوت الت اله ت. But the tongue that tip is alveolar ridge. The last point, the last allow air pass pauseless. Hi, so let me be him. I didn't be a she. Do the same thing with the vowel. Toot, while tap, تعطيها صوت. المهم ما هي كل شيء. وهنا أنا مطيكم أصوات تدربون عليها two ten ten إلى آخره. بالمناسبة شباب هاي الأصوات من أجلكم تدربون عليها، ترى هاي يجيبون من عندها أسئلة، مو تمرون عليها تقولون شلون ما كان. يعني شلون يجيبوا أسئلة؟ شلون مو مهمة؟ هاي تتدرب عليها. شلون دقيقة أستاذ شلون يعني؟ يعني الأستاذ يقول لك أريد تطين الرمز الصوتي مال تل تن، فانت ايش راح تقول؟ لا هاي التن ما اعرف اكتبها على الحاسبه. وين اي قال لك اريد الرمز الصوتي مال تدو، فانت ايش تقول له؟ تفتح له قوس او مو قوس، هاي العلامه المائله، تكتب له دي يو نقطتين، هذا صوت الدو. فهاي لازم تقراهن لاني هاي الرموز الصوتيه مهمة. تمام استاذ، بس لا ما كنت تقروهن. هذا في حدا ما داخل علامات الصوت. ما عندكم دكتور يطب لكم؟ باشي اول محاضرة اني. يلا بيها الخير. احنا خلصنا اليونت الاول استاذ، والاحد عندنا بامتحان. يا هو اللي قال لي عندنا امتحان ايش عفو، تعال اشرح لنا يونت الثاني. افراح انا وياها بنفس الكلية. افراح بس دزت لك الاسئلة، بس يعني يا ريت تشرح لنا عليها. أنت تذكر أسئلة إيه؟ من قواعد من الصوت.
هسه ثواني افراح انت مو قلت لي بالفصل الثالث؟ لا لا اكو واحد قال بالفصل الثالث. أنا قلت لك استاذ فصل أول وانت أول ودزيت لك المادة اللي راح نمتحن بيها. دقيقة دقيقة، إذا خلينا نوقف التسجيل.